السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لك يا شيخ أن تحكي لي كيف بدأت هذه الملحمة العظيمة؟ وهنا تنهد الشيخ، كان الشيخ يتكلم بحماسة وصدق لدرجة أني شعرت أن صوته يخرج من قلبه وليس من فمه. قال الشيخ: فلسطين كانت تحت الاحتلال كسائر الدول الإسلامية والعربية، وجميع الدول قاومت المحتل. كان في البداية معظم حركات المقاومة ذات مرجعية إسلامية، واختصر لك النتائج لأن التفاصيل طويلة جدا. المهم، لما الدول المحتلة أيقنت أنها لن تستطيع دفع فاتورة احتلالها للبلدان الإسلامية والعربية، فكرت في الاحتلال غير المباشر، سلمت البلدان لحركات غير إسلامية، ووضعت خطط للتخلص من الحركات الإسلامية، وتحكمت بطريق غير مباشر في قادة تلك الدول من حكام وجيش وإعلام وتعليم و أصبح استقلال هذه الدول صوري، دول مقيدة بحبل ينتهي إما عند أمريكا أو روسيا أو بعض الدول الأوروبية. أحيانا الحبل يفلت من دولة ليذهب ليد دولة أخرى، سواء بالتراضي أو بالتآمر. حدث هذا في جميع الدول المحتلة إلا فلسطين، كان الوضع مغاير. دول العالم كانت تعاني من اليهود المتواجدين ببلدانهم، فهم قوم سوء لا يتواجدون في بلد إلا ومعهم الخراب. لو بحثت عن أسباب الفساد العالمي من ربا وبنوك ودعارة وسلاح ومخدرات وقتل ستجدهم هناك. تآمروا على فلسطين واستغلوا رغبة اليهود في الحصول على وطن قومي، وكذلك لرغبة دول الاستعمار في زرع كيان يضعف المسلمين في وسطهم. سلموا فلسطين لليهود بوعد بلفور وبالتآمر وتهجير الفلسطينيين. بالطبع لم يستسلم المسلمون واستمروا في المقاومة، وتم إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، منظمة سياسية شبه عسكرية معترف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين. تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية، وهي تضم حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى العدد الأكبر من الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها باستثناءات واضحة مثل حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. يعتبر رئيس اللجنة التنفيذية فيها رئيسا لفلسطين والشعب الفلسطيني في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى فلسطيني الشتات. هنا قلت: عندي تساؤل يا شيخ، هل هذه المنظمة صنيعة دول الاستعمار أم حركة مقاومة حقيقية؟ خاصة بعد مرور كل هذه السنين منذ تأسيسها، وتبين لنا حقيقة جامعة الدول العربية ومحمود عباس الذي كان أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية. طبعا أنا يا شيخ لا أتهم الجميع في المنظمة، لكن قد يكون بعض القادة منهم يتحكم فيه دول الاستعمار. كما هو واضح الآن، الشيخ لم يعقب وقال: أنت تعلم أني درست بجامعة الأزهر في القاهرة، وأثناء الدراسة تعرفت على دعوة وفكر الإخوان المسلمين، من ثم شاركت في إنشاء فرع فلسطيني لجماعة الإخوان المسلمون، وفي عام 1973 أسست الجمعية الخيرية الإسلامية في غزة، وفي عام 1984 سجنت مع آخرين بتهم تخزين الأسلحة سرا. في عام 1987 خلال الانتفاضة الأولى وبعد خروجي من السجن شاركت في تأسيس حماس مع عبد العزيز الرنتيسي، وأطلقنا على الحركة اسم الجناح العسكري للإخوان المسلمين الفلسطينيين، وأصبحت زعيمها الروحي. تناقشت مع زملائي وأبنائي من قادة الحركة، واتفقنا على أن وضعنا بفلسطين يختلف عن جميع الدول العربية. الكيان الصهيوني هش ومحاط من جميع الاتجاهات بأصحاب الحق والأرض، ولكن للأسف نعلم علم اليقين أن قادة هذه الدول المحيطة بالكيان الصهيوني لا يملكون قرارها، ونعلم أيضا بأن الدول العظمى لا تسمح بهزيمة وزوال هذا الكيان الصهيوني. وتساءلنا فيما بيننا: من يستطيع هزيمة هذه القوى العالمية إذا قررنا محاربة هذه العصابات المجرمة والمدعومة من القوى العالمية؟ ففكرنا بأنه يجب أن تدعمنا قوة عظمى مثله. لكن من تكون؟ هل روسيا؟ هل الصين؟ طبعا لا، ولأننا مسلمين وموحدين بالله فنحن على يقين بأننا سوف ننتصر إذا كان الله معنا، بغض النظر عن قلة العدد والعدة. بدأنا العمل في تربية جيل مسلم مؤمن بالله
ووضعنا شروط إيمانية صعبة للانضمام لحركة حماس، وكانت المحصلة رجال مقاومة مسلمين يستحقون معية الله ونصره. فأنت ترى الآن ما يتحقق من انتصارات للمقاومة وإصابات للأعداء لا يمكن لعاقل تخيلها، وخنوع وانكسار العدو لا يمكن حدوث هذا إلا بحول الله وقوته. وأنا على يقين من زوال هذا الكيان الصهيوني عام 2027. فقلت للشيخ: وأنا يا شيخ على يقين بأنك على صواب، وأدعو الله سبحانه وتعالى ألا يخيب توقعاتك. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.